في هذا الفيديو راح نشرح لكم أنواع الذاكرة الخارجية وأي نوع ممكن يخدمك أكثر وتكون مناسبة لاستخداماتك. بعد تطور التقنية، المساحات التخزينية اللي نحتاجها تكون أكبر وتأخذ مساحة كبيرة من أجهزتنا. وأكثر أنواع مستخدمة في المجال هي الـ SD والمايكرو SD. المايكرو غالباً نلقاها في الأجهزة اللي ما تستهلك طاقة بشكل كبير، مثل الهواتف والتابلت والكاميرات الصغيرة مثل الجو برو، وتجي بأحجام مختلفة تصل إلى 512 جيجا بايت وأكيد أكثر مع التطور. أما الـ SD في الغالب تستخدم في أجهزة أكثر احترافية مثل كاميرات التصوير الـ DSLR الثابتة وتسجيل الفيديو وغيرها، ونفس المايكرو تجي بأحجام مختلفة حسب الحاجة. أهم نقطة في نوع الذاكرة هو سرعة نقل البيانات، وهذه تكون موضحة على شكل رقم على الذاكرة، ممكن الكثير منا ما ينتبه له. وفي 6 أنواع للسرعة. كلاس 2 هو الأبطأ، وسرعة نقل البيانات 4 ميجا بايت بالثانية، وهي مناسبة للمستخدم العادي وتسجيل الصوت وتصوير الفيديو بدقة منخفضة. كلاس 4 وكلاس 6 هالنوعين بنفس الأداء من ناحية سرعة نقل البيانات اللي توصل إلى 6 ميجا بايت في الثانية، وهي مناسبة لتصوير الفيديو بدقة 720 أو الكاميرات الثابتة بصيغة JBEG. كلاس 10 ويو 1 هالنوعين لهم القدرة على التسجيل بسرعة 10 ميجا بايت في الثانية، لذلك هي ممتازة للتصوير الاحترافي والتصوير بدقة عالية الوضوح 1080p، وهذا النوع هو الأكثر استخدام مناسب للجميع. يو 3 وهذا هو أسرع نوع، سرعتها توصل إلى 30 ميجا بايت بالثانية، وهي ضرورية لأي شخص يفكر أنه يصور بدقة 4K، لأن ملفات 4K حجمها كبير وتحتاج ذاكرة سرعتها عالية وتعطي أداء مستمر، وهذا النوع يعتبر أغلى من بين الأنواع السابقة. نتمنى الفيديو يكون نال على إعجابكم. حياكم الله ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم. مع السلامة.